عودة لمتابعة أجندة اليوم. هلأ جريدة اليوم. بصيرنا اليوم ما يكون ضيفنا رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي دكتور محمد سلهب. صباح الخير. صباح الخير لك وللمشاهدين ومشاهدي القناة. نحن رح نستعرض نحن وياك دكتور عناوين الصحف، أكيد نعلق على التطورات السياسية اللي صارت يمكن متباطئة بالفترة الأخيرة. متباطئة؟ شو تعطيها غير اسم؟ لا منها متباطئة أبدا. شو لك؟ لا كانت جيدة وكان فيها تجديد وكان فيها انت عايش من جديد. انا قصدي عم تحدد الحكومه. اي اوكي عن الامل بان تكون قبل عيد الفطر. صديقي ممتازين اكيد. هلا بنحكي بالحكومه. هلا بنحكي بالحكومه. السفير بري للسفير قواعد التاليف تبدلت، يعني كانه رجعنا غيرنا اللي صحيح. كان المسار اللي مشينا عليه. انتخابات الجمهوريين تمهيدية تفاجئ فرنسا، فرانسوا فيون في الطريق الى الاليزي مع علامة استفهام. نعم. مصر هجوم جديد على نقابة الصحفيين، الكلام ممنوع والاحتجاج مقموع. بس حتى نقول انه ساركوزي صار برات الانتخابات الفرنسية. نعم. مفاجأة. يعني ممكن يمهد هذا لوبين؟ لا ما بالضرورة، لا ما بالضرورة، ما بركي تضامن مع أمريكا، يعني بناخد نفس ال هلا فرانسوا فيون من الشخصيات ال يعني المعترف فيها بفرنسا ومعترف بشغله وبعمله، وكان هو رئيس وزراء ورئيس وزراء لساركوزي، بس فعلا مفاجأة خروج ساركوزي بأسرع. هلا رح نروح لصحيفة تانية اللي هي النهار. صحيفة النهار اللي عنوانت رصاص طائش في فضاء التسوية الحكومية، هل يغيب الحريري عن العرض العسكري غدا؟ المفد السعودي اليوم في بيروت وعون يثير معه ملف الهبتين السعوديتين، الاستقلال محطة تسبق تصعيدا محتملا، وباسيل يؤكد اللا فيتوات على أحد. أنا الحقيقة اللي فاجأني، بشكل جيد يعني ثلاث شغلات. أول شيء خطاب القسم اللي كانت يعني محور للحياة السياسية بلبنان، بتشكل محور للحياة السياسية بلبنان، ومن ثم طبيعة الأحوال الخطاب اللي سمعته مبارحة من رئيس التيار الوطني الحر يعني الوزير جبران باسيل، اللي هو نمط جديد بالحياة بالخطاب السياسي بلبنان. منا متعودين على، وكمان خطابه للوزير ليس بصعب اللي كمان بيروح بنفس الخط. نحن اليوم قدام تجربة. هلا أنا قناعتي، إنه لا شك إنه مفروض إنه الحكومة تتشكل اليوم أو بكرة، هذا اللي متمنى إن شاء الله ما نكون طلعنا من هالحلقة لما تكون أعلن تشكيل الحكومة، هذا اللي متمنى. بس بنفس الوقت عندي قناعة إنه الآخر شيء اليوم هالحكومة بدها تصرف من رصيد الرئيس ومن رصيد الرئيس المكلف. بدون يصرفوا من رصيده ما في مجال. شو ما تكون الحكومة، حكومة جامعة حكومة غير جامعة، اليوم هالحكومة بدها تعيش على رصيد الرئيس المنتخب والرئيس المكلف. ما في شك بهالشيء. لهالسبب أنا بعتبر إنه اليوم لا، مفروض التعجيل بتشكيل الحكومة، خصوصا إنه الحكومة عندها مهمتين فقط لا غير. أول مهمة هي مهمة حياتية، ما تفضلت وقلتوا هلا كنتوا عم تحكوا عن النفايات وإلى آخره، وتاني مهمة هي انتخابات. ما في، هذه هي الوظيفتين اللي عندها الحكومة، ما عندها غير وظيفة. لازم ما بتلحق أصلاً تعمل. أساساً ما بتلحق، وبنتمنى إنه ما تلحق، ما يصير فينا مثل ما صار بآخر حكومة اللي كان جاي على أساس كم شهر وقعدت سنتين ونص. لا بنتمنى إنه فعلاً هالحكومة تكون مدتها قصيرة وقصيرة جداً، يعني انتخابات سريعة وتجديد إنتاج الشرعية بهالبلد، لأنه ما عنا إنتاج شرعية بالبلد إلا اليوم بالرئاسة. بس نحن بحاجة إلى تجديد إعادة إنتاج الشرعية بهالبلد، لأنه هيدي أساسية. لهالسبب أنا بقول بالوقت الحالي وبرجع بقول إنه الخطاب المنفتح اللي سمعناه واللي هو فعلا نمط جديد من الخطاب السياسي بلبنان، بمد اليد من المعرقل. أنا بقول بما إنه هيعيشوا على 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 رصيد الرئيسين، لا خلينا نروح نحو حكومة تكنوقراط شغلتها إنه تمشي الأمور المعيشية بالبلد وتعمل الانتخابات وتقطع الصفر. طيب نروح لصحيفة الأخبار اللي عنوانها حزب الله يقترح العودة إلى حكومة الثلاثين بالصورة، لأنه أوسع لفيروز بالصورة. يوم عيد السيدة فيروز. أوه. كل سنة هي بخير، لأنه فعلا اسم من تاريخ هالبلد، من تاريخنا نحن، من أيقونة لبنان، من وجداننا فعلا، يعني أيقونة لبنان والعرب. أكيد. هل سنعود إلى الثلاثين حكومة التي يعني كان بالفترة الأخيرة أنه الحال كان 24 هو اللي رح ينقذ هالتأخير،
اليوم رجع ينحكى عن 30. هلا 30 أوسع، يعني بعدنا بنمط إنه مشاركة كل الفرقاء. بعدنا بهلا إنه وسعنا لحتى يكون عدد أكبر من الفرقاء مشاركين بالحكومة. بس هيدا هو لنا. بس برجع بقول أنا بتصور حكومة التكنوقراط هي أزبط شيء بهالمعنى. يعني نبطل سياسة؟ لا بالعكس بالعكس بالعكس. ساعتها بيصير الشغل بيصير لا قصدي انه الممثلين الاحزاب ما يكونوا موجودين بالحكومه، يكونوا تكنوقراط ولا يكونوا من السياسيين ذوي اختصاص بكل وزاره. يعني قصدك نحن عشنا حكومه، بذكر انه حكومه الرئيس اسلام من سنتين ونص او ثلاث سنين كانوا عم بيقولوا انه مفروض تكون حكومه تكنوقراط ولا حكومه سياسيه. قالوا حكومه سياسيه لا، لحتى يضل الحوار الوطني شغال بالحكومه. ما طلع شيء، بالعكس كان في يعني حكومة الرئيس إسلام منا نمط من أنماط الحكومات الناجحة يعني بحديث الرئيس إسلام، مش أنا اللي عم بحكي. لا أنا بقول اليوم نحن بحاجة الأسوأ الحكومات هي. نعم هذا اللي سمعناه. أنا بقول هو لا. مش نحن يعني طبعا الرئيس إسلام هو اللي عم بقول هالشيء. مش المعلقين مش نحن. الرئيس إسلام هو بقول هالشيء. أنا بقول خلينا نتيجة نحو حكومة تنتج، يعني عندها إنتاج بدها تعمله. تفضلتوا هلا كنتوا عم تحكوا عن قصة النفايات ببرج حمود، مشكلة كبيرة بس أنتجنا كذا مشكلة غيرها. طيب يا دكتور بس نحن أنتجنا وزير بيئة كتير مهم بحكومة الرئيس تمام سام، بيعمل بلوكيت للعالم على التواصل الاجتماعي معي. ما بيشتغل شغلته، بيعمل شيء تاني. الله يعطي العافية. طيب هلا نحن شو منقول؟ منقول لا خلينا نروح نحو حكومة التكنوقراط، لأنه على الأقل بتحل لنا الأمور الحياتية وبنفس الوقت بتحضر هلا كمان لتحضير قانون انتخابي جديد. أنا برأيي حكومة التكنوقراط أفضل من الحكومة السياسية. يعني إذا اليوم ما عم بيتفقوا على تشكيل الحكومة، كيف بدهم يتفقوا على قانون انتخاب إذا كانت حكومة سياسية؟ يعني خلينا صريحين. وبرجع بقول كلهم هدول بدهم يصرفوا من رصيد مين؟ من رصيد الرؤساء الرئيسين، يعني الرئيس عون ورئيس الحريري. طيب شو هالحكي هيدا؟ يعني لا خلينا نروح نحو الأفضل والأسهل اللي هو حكومة التكنوقراط اللي بتمشي الأمور. بالجمهورية الاستقلال غدا والتشكيلة لن تنضج بعد، وبالصورة 10 سنوات كأنها الأمس للوزير الراحل بيير الجميل أكيد بصادف اليوم ذكرى ورحيله العاشر. يعني توقعات نبيه بري ما زبطت إنه يكون في حكومة قبل الاستقلال. هو يعني بعد في اليوم على أمل اليوم. لا نتمنى أنه تصير الحكومة اليوم. نتمنى شو ما تكون، لأنه في إلى رمزية. يوم الاستقلال عنده رمزية، وهالرمزية مهمة لنا. وعيد العالم كمان يعني هالرمزية مهمة. نعم. بالمستقبل موفدان خادم الحرمين الأمير خالد الفيصل والوزير نزار مدني في بيروت اليوم. سرايا تفرخ سرايا والدولة هي المستهدفة. هل سيحرك شيء وصول الموفدين السعوديين إلى لبنان اليوم؟ ممكن جدا. نحن نتمنى أنه الأمور تصير يعني على وجهن على وشون، يعني ما في مشكلة. بس نحن نتمنى الأمور تصير بأسرع وقت ممكن وبحوار لبناني. يعني أكيد نحن مش عم نحكي بأي ضغط، ولكن هيك مثل ما شفنا قبل جولة للموفد السعودي كان أول السعودية على طول عندها أيدي بيضاء، كان فيها تجاوب يعني من كل القوى. ونتمنى أنه الهبات للجيش اللبناني ترجع تتفعل حسب الصحف. رح ينحكى بالموضوع لاستعادة الهبات. بالبلد الجاهلية تستعرض عشية الاستقلال وقطار التأليف متوقف، والصورة من لحظة دخول العلم اللي كانت محتفظة فيه السيدة ليلى الهبر إلى قصر الشعب، إلى بيت الشعب عفوا، عودة علم الشعب إلى بيت الشعب قصر بعبدة. كمان بالصحف اللي صادرة بدك تعلق قبل على استعراض سرايا التوحيد امبارح؟ يعني ما كتير، مع تأكيده أنه بلا سلاح، ولكن ماذا يعني؟ يعني ما كتير بتروح بخط خطاب القسم. ويعني أنا بفضل أنه يكون بناء الدولة، أنه تنعطى للجيش كافة الإمكانيات، وهو يكون أخي شي هو المسؤول عنا. على كل حال سلاحه لسانه لا ويقامها بكفي. إذا منضل على هالمستوى بيكون كتير وجه أكثر من رسالة للبيت الدرزي نفسه، يعني لكل القيادات الدرزية، واتهمهم أنه ما عملوا شيء بتحجيمه، يعني بيحاولوا يحجموه كانوا بيبدو بهذا الموضوع.
لا تعليق؟ يعني الله يعطيهم العافية. باللواء الحريري على تفاؤله بولادة قريبة والعقد تنحصر بأربعة فقط. الحمد لله بس أربعة. مفهد ملكي سعودي اليوم لتهنئة عون واستعراضا القصير والجاهلية يحرجان العهد. صحيح صحيح صحيح. يعني خطاب القسم شكل أول شيء بس سوري بس قبل بس قبل يحرجان العهد ما حدا حكي بهذا الموضوع. ليش دايما هيك بدنا أن أول شيء بعد ما نقال ونحط بعقل الناس قصص ما حدا حكي فيها؟ لأنه يعني لأنه ما بيروحوا بالخط اللي كان فيه خطاب القسم. يعني خطاب القسم الحقيقة تأسيسي، خطاب تأسيسي وخطاب عطى أمل كبير بإعادة ما كان استعراض القصير للداخل اللبناني، وما كان استعراض التوحيد بالسلاح لتهديد الداخل اللبناني. يعني بالنهاية ما كان في توجيه سهام للداخل اللبناني أو لزعزعة الاستقرار اللبناني ليكون في إحراج للعهد بهذا الإطار. مش إذا يعني ما بتروح بخط خطاب القسم. نحن عم نقول إنه هالحدثين ما بيروحوا بخط خطاب القسم بس. مش هلأ طبيعة الأحوال نحن اللي منتمناه إنه الجيش اللبناني هو يرجع يأخذ كل دوره الواسع، هو المسؤول عن أمننا، هو المسؤول عن حماية الوطن، وهذا الأساس. هلأ الباقي بيجي بعدين الباقي. يعني حتى بمقولة، خلينا نسترجع، حتى بمقولة الشعب، الجيش، المقاومة بتجي تالت درجة. يعني بدنا أول شيء نفعل الشعب، أول شيء الشعب هو بده يأخذ مسؤوليته، ومن ثم الجيش. يعني كأنك عم ترجع تعيد كلام الرئيس سليمان عن الخشبيات. شو يعني ما هيدا الشعار بعده ماشي بلقاء الجمهورية؟ هلا كلام الرئيس سليمان هو إعلان بعبدة، وإعلان بعبدة خلينا نرجع بصراحة ما حدا كله شارك فيه بال 2012 كله اللي إعلان بعبدة. أنا بس لأعطيك لا المعادلة الخشبية أو المعادلة الخشبية لا إمتى أنا برأيي إمتى بصير خشبية؟ لما ما بيتم احترام التراتبية اللي فيها. لما ما بيتم احترام التراتبية اللي فيها بتصير خشبية. أما إذا تم احترام التراتبية اللي فيها مزبوطة هي يعني إن كان حتى بفرنسا بالحرب العالمية الثانية المقاومة لعبت دور المقاومة، بس لعبت بالتناسق مع الجيش الفرنسي. لعبت دور بخدمة الجيش الفرنسي مش العكس. بس عمل المقاومة أيضا صب بخدمة لبنان ككل. طيب يعني هيدا وإسرائيل ما هز حدا إلا المقاومة. بس لما المقاومة لما بتكون عم تدافع عن أرضها عندها قدسية، وهالقدسية جايبتها من وين؟ من أرضها. هيدي قدسية المقاومة. قدسية المقاومة هي أرضها، طالما أنه بقدسيتها ما في أي مشكلة. بس لما بتطلع عن هالدور ما بيعود عندها القدسية اللي هي موجودة فيها. خلينا يعني الأمور هيك، شو بدي أعمل؟ مش هلأ اللي بينقال إنه نحن اليوم لا قدام عهد جديد، قدام عهد جديد. يعني خلينا واضحين، هالعهد الجديد اللي هو أعطى عن حاله خطاب جديد ومهم جدا، وتوجه فيه لكل اللبنانيين، وتوجه فيه يعني اليوم في فعلا هالعهد عم بيعطي إشارات إنه عودة انطلاق الوطن وعودة انطلاق بكل مكوناته لبناء شيء صحيح. هذا أمر مهم جدا، وأمر فعلا ما مفروض لنا لا أنه نروحه ولا أنه نستخف فيه. لا بالعكس، مفروض نتمسك فيه شو ما يكون ميولنا أو شو ما تكون أطرافنا السياسية. نحن اليوم قدام خطاب جديد، قدام حديث جديد، قدام عهد جديد. نحن منقول خلينا نستفيد من هالفرصة، لأنه فرصة مهمة كثير. بالأنوار، تجميد اتصالات التشكيل والقوات تقترح حكومة انتخابات من غير المرشحين. عون يرعى عودة عالم الشعب إلى القصر. مروح لصحيفة الشرق لعنوانيت الحريري، انطلاقة الحكومة قريبة جدا، وأيضا موفد الملك سلمان اليوم من المطار إلى القصر، ورياضة يا عيب الشوم حلوة هنا، ومجازر النظام في حلب أيضا في أبرز العناوين الإقليمية. نوصل لصحيفة البناء اللي عنونت بدورة وهي آخر صحيفة معنا لليوم. صحيفة البناء إذن
الجيش يتقدم في مساكن هنانو وجبهة النصرة تقصف مدرسة الفرقان. ديمستورة لفصل شرق حلب عن الدولة السورية والمعلم يرده خائبا. مراوحة حكومية لما بعد الاستقلال والقوات ترفع سقفها وتعود لطلب الدفاع. هلأ منروح للكاريكاتور يلي كانت اليوم بالجمهورية أنطوان غانم عيد العالم والذكرى العاشرة لاستشهاد الشيخ بير الجميل. من الرقم العشرة العلم اللبناني مع صورة طبعا حي ذكرى الشيخ كبير جميل الشاب اللي راح شهيد اخر شيء لهالوطن. اكيد بصحيفة النهار مع ارمان حمص كمان من اجواء عيد العلم. العلم فوق بيظل اللبنان كله من حلوة. شماله حلوة كتير الفكرة لجنوب. هيدا خطاب القسم، هيدا الخطاب الجديد اللي عم نسمعه. الخطاب الجديد اللي عم نسمعه الوحدة الوطنية ان شاء الله. طبعا ان شاء الله، اكيد ان شاء الله، وان شاء الله يكون يعني يعني توفيق ورا توفيق، لانه مهم هالانفتاح. ونحن حاليا بلبنان بحاجه نرجع نشتغل، بحاجه نرجع نبني، بحاجه نرجع ناخذ ثقه بنفسنا، كثير مهمه كلنا سوا. طيب عنا هالفرصه وعنا هالخطاب، خلينا نستفيد منه. اكيد نحن بدنا نشكر حضورك الدكتور محمد سلمان رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي. انا بتشكر. بتحب نقول كمان عضو بلقاء اهلا دكتور الجمهوريه. اهلا وسهلا فيك دكتور، شرفت. فاصل ومتابعين، نحن بكم اجنده اليوم.